بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكو. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أندرال. أندرال هو علاج لضغط الدم والقلب والقلق والصداع. أندرال أقراص لها استخدامات عديدة في الكثير من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب، القلق، الصداع النصفي وغيرها من الأمراض. وفيما يلي سوف نتكلم إن شاء الله عن أندرال. طبعا أول حاجة هنتكلم عليها هي الأشكال الدوائية الأندرال. يتوافر على هيئة أقراص، يحتوي على المادة الفعالة بروبانولول، ويستخدم العلاج ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والقلق والصداع النصفي. زي ما قلنا المادة الفعالة هي بروبانولول هيدروكلوريد. مكونات الدواء بروبانولول هيدروكلوريد، وهو دواء ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تسمى حاصرات بيتا. يعمل عن طريق تغيير الطريقة التي يستجيب بها القلب لبعض النبضات العصبية، وهذا يؤدي لبطء معدل ضربات القلب، يسهل على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يسبب انخفاض ضغط الدم. يتوافر الدواء بتركيزات، هي دواء أندرال بتركيز 10 ميلي جرام، وأندرال بتركيز 20 ميلي جرام، وأندرال بتركيز 40 ميلي جرام، وأندرال بتركيز 80 ميلي جرام. يستخدم الدواء في علاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج الأمراض التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني، والوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومنع ألم الصدر الناجم عن الذبحة الصدرية. يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض الناتجة عن زيادة هرمون الغدة الدرقية في الجسم، مع أدوية علاج فرط نشاط الغدة الدرقية. بالنسبة لأندرال وضغط الدم، يعمل الدواء أندرال على تقليل معدل ضربات القلب، يسهل على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. بالنسبة لأندرال والصداع النصفي، فإن أندرال آلية عمله بالنسبة لعلاج الصداع النصفي غير واضحة، ولكن بعض الدراسات توضح أن الدواء قد يعمل على علاج الصداع عن طريق إرخاء الأوعية الدموية، أو عن طريق تقليل نشاط في القشرة البصرية. هذا هو الجزء من الدماغ الذي يعتقد أن الصداع النصفي يبدأ فيه. بالنسبة لدواء أندرال والخوف، عندما يشعر الشخص بالقلق، فإن المخ ينتج مواد كيميائية تسمى أدرينالين ونور أدرينالين. هذه المواد تجعل معدل ضربات القلب أسرع، وتسبب التعرق والارتجاف، وتساعد حبوب أندرال على منع تأثيرات هذه المواد الكيميائية، مما يقلل من الأعراض الجسدية. بالنسبة لحبوب أندرال، الدواء مفيد جدا في علاج الأمراض الجسدية للقلق، مثل زيادة معدل ضربات القلب والتعرق والارتجاف، وعادة ما يؤخذ الدواء لفترة قصيرة فقط. أيضا الدواء لا يعالج القلق المرضي، ولكنه يخفف من الأعراض الجسدية للقلق، مثل خفقان القلب والتعرق والرعشة. بالنسبة لأندرال والقولون، أوضحت بعض الدراسات أن أندرال يزيد من حركة الطعام في القولون، وهذا يفسر ألم البطن واضطرابات الأمعاء التي تظهر في المرضى الذين يتناولون الدواء. بالنسبة لأندرال والأعصاب، يعمل الدواء على إبطاء معدل ضربات القلب، ويسهل عمل
على القلب ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يساعد أيضا في علاج أعراض القلق الجسدية مثل التعرق والارتعاش. بالنسبة لجرعة أندرال، تعتمد الجرعة على الحالة التي يتم علاجها. بالنسبة لعلاج الضغط، عادة ما تكون الجرعة هي 80 ملي جرام مرتين في اليوم في البداية. إذا كانت هذه الجرعة لا تعمل بشكل جيد، أي لم ينخفض ضغط الدم بشكل كافي، قد يلزم أن يقوم الطبيب برفعها إلى 160 ملي جرام مرتين في اليوم. بالنسبة لجرعة أندرال لعلاج الذبحة الصدرية والصداع النصفي، الجرعة المعتادة هي 40 ملي جرام مرتين أو 3 مرات في اليوم، ويمكن زيادتها إلى 120 إلى 240 ملي جرام يوميا. بالنسبة لضربات القلب الغير منتظمة، الجرعة المعتادة من أندرال هي 10 ملي جرام إلى 40 ملي جرام 3 إلى 4 مرات يوميا. بالنسبة للقلق والرهاب هي 40 ملي جرام مرة في اليوم، ويمكن زيادتها إلى 40 ملي جرام 3 مرات في اليوم. بالنسبة لزيادة هرمون الغدة الدرقية، الجرعة المعتادة هي 10 ملي جرام إلى 40 ملي جرام 3 إلى 4 مرات يوميا، ويمكن تناول الدواء من قبل البالغين، لكن لم تتم الموافقة عليه رسميا لعلاج ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال أقل من 12 سنة. إذا كان الطفل أقل من 12 سنة ويحتاج للدواء، عادة ما يستخدم الطبيب وزن الطفل لتحديد الجرعة المناسبة. الآثار الجانبية لتناول أندرال: شعور بالتعب والدوار، ويمكن أن تكون هذه علامات على بطء معدل ضربات القلب. أيضا برودة في أصابع اليد أو القدم، وقد يؤثر لأن الدواء قد يؤثر على تدفق الدم إلى اليد أو القدم. أيضا صعوبة في النوم أو كوابيس. أيضا شعور بالغثيان. موانع استعمال أندرال في حالة الحساسية تجاه الدواء: يمنع استعماله. أيضا المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم او بطء معدل ضربات القلب، ايضا في حالة قصور القلب الذي يزداد سوءا، ايضا مصابين بمشاكل حادة في الدورة الدموية، ايضا الاشخاص الذين يعانون من حالة تسمم الحماضي الاستقلابي، يعني وجود الكثير من الحمض في الدم، ايضا المصابون بامراض الرئة او الربو. في حالة الحمل، لم يتم إجراء دراسات كافية لتأكيد كيفية تأثير الدواء على الجنين، ففي هذه الحالة يجب إخبار الطبيب بأن السيدة التي سوف يتم وصف الدواء لها هي سيدة حامل، والطبيب سوف يحدد في هذه الحالة. بالنسبة للأندرال ومرضى السكر، الدواء قد يخفي بعض علامات أو أعراض نقص السكر في الدم مثل خفقان القلب والارتعاش، ولذلك إذا كان المريض مصاب بمرض السكر وتم وصف الدواء له، فعليه الحذر أثناء تناوله حتى لا ينخفض السكر دون أن يشعر به. بالنسبة لمرضى الكلى، يستخدم الدواء بحذر في حالة مرضى الكلى، ويجب الرجوع للطبيب. هل أندرال له بديل؟ طبعا الأدوية المماثلة للدواء تحتوي على نفس المادة الفعالة، دواء أندولول وبرولول وحقن مايستروتينز، وأدوية بديلة تحتوي على مادة فعالة مختلفة، دواء ديلاترول وكارفيدلول وأكراس كارفيت ودواء لابي بريبيبس. متى يبدأ مفعول الأندرال؟ طبعا يبدأ مفعول الأندرال في غضون نصف ساعة إلى ساعة ونص. مدة الفعالية للأندرال بعد تناوله: فترة نصف العمر، المدة التي يتوافر فيها الدواء بنصف تركيزه في الدم، هي من 3 إلى 6 ساعات، مما يعني أن نصف الجرعة التي تتناولها ستظل نشطة في الجسم من 3 إلى 6 ساعات من موعد تناول الدواء. هل يمكن استخدام أندرال يوميا؟ طبعا الدواء آمن بشكل عام لأخذه لفترة طويلة،
إذا كنت تناوله لمرض في القلب أو منع الصداع النصفي، ولكن ستحتاج إلى فحص ضغط الدم بانتظام إذا كنت تتناوله لفترة طويلة من أجل الصداع النصفي أو القلق. هل الأندرال يسبب النعاس؟ طبعا لا يسبب النعاس، بل قد يؤدي لصعوبة في النوم. هل الأندرال يزيد الوزن؟ طبعا يقول بعض الأشخاص الذين يتناولون أنهم يكتسبون وزنا خاصة في الأشهر الأولى، ولكن لا توجد معلومات كافية حول أنه يسبب زيادة في الوزن أو هو فتح للشهية. بعد كده لو كملنا كلام عن أندرال، فإن أندرال هو من الأدوية التي تستخدم لعلاج القلق والقلب وهكذا، ويحتوي على المادة الفعالة هيدروكلوريد بروبو أنولول، ولها استخدامات عديدة تندرج تحت تصنيف حاصرات مستقبلات بيتا. هو عقار له أثر مضاد لمتلقيات الأدرينالين بيتا 1 وبيتا 2، ويثبطها فيؤثر على القلب والدورة الدموية. ينتج عن تثبيط مستقبلات بيتا انخفاض معدل نبضات القلب وانقباض القلب وانخفاض ضغط الدم، وكذلك ضغط الدم البابي نتيجة ضيق الأوعية الدموية بمنطقة البطن. يؤثر ذلك على تدفق الدم من خلال ما يعرف باسم الدوران البوابي. بعد كده دواعي استعمال حبوب أندرال. في حبوب أندرال 40 و80 و10 ملي جرام. يستخدم الدواء للضغط فهو يعمل وحده أو كعلاج مساعد على تخفيض ضغط الدم بشكل ملحوظ والسيطرة على ارتفاعه. أيضا يستعمل لعلاج الذبحة الصدرية ومنع تكرار حدوث نوبات الذبحة الصدرية. يوصف أيضا أندرال للقلب سواء الأقراص تركيز 10 ملي جرام أو الأعلى كعلاج والسيطرة على أنواع من خلال نظم القلب، كما يستخدم في الوقاية الطويلة الأجل بعد مرحلة الشفاء من احتشاء عضلة القلب لتقليل مخاطر الوفاة. يستخدم أيضا للتقليل من الرعاش في مراحل الشيخوخة وتقدم السن. أيضا توصف أقراص أندرال حيث يعمل على السيطرة على القلق المفاجئ والتوتر، ويعمل على تقليل تسارع ضربات القلب الناجم عن القلق النفسي في حالات مختلفة مثل الرهاب الاجتماعي. أقراص أندرال تستخدم للصداع حيث يعالج الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة. يوصف أيضا الأندرال كعلاج مساعد في حال التسمم الدرقي. أيضا يدعم السيطرة على اعتلال عضلة القلب المتضخمة أو التي حدث لها احتشاء في عضلة القلب. ويتضح أن الدواء يصفه الأطباء لعلاج أمراض كثيرة والسيطرة على أعراض مختلفة نظرا لاحتوائه على البروبر أنولول. ويتوفر العلاج في هيئة أقراص تركيز 10 و40 و80، ويتوفر في هيئة حقن للاستخدام في الوريد 1 ملي جرام لكل 1 ملي. بالنسبة للحمل كشأن أدوية كثيرة، يجب استخدام حبوب أندرال للحامل في حالة ضرورية جدا ولكن تحت أشراف الطبيب، والرضاعة نفس الكلام. لو كملنا كلام عن أندرال، فإن أندرال هو من الأدوية التي تستخدم لخفض ارتفاع ضغط الدم، ويعرف عنه أنه من الأدوية الفعالة في هذا المجال، ولكن بالتأكيد في السنوات الأخيرة ظهرت أدوية أكثر فعالية وأكثر سلامة. الجرعة التي تستعمل في علاج ضغط الدم يجب ألا تقل عن 120 ميلي جرام في اليوم. هنالك استعمالات أخرى للأندرال، أنه ينظم ضربات القلب عند المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب،
ويتميز الدواء بأنه يخفض عدد ضربات القلب في حالة القلق والتوتر وفي حالة إفراز هرمون الغدة الدرقية بصورة كبيرة. وهو دواء متعدد الاستعمالات، ولكن في الوقت الحاضر يستعمل لتنظيم ضربات القلب ويستعمل في علاج القلق النفسي لأنه يقلل من الأعراض الجسدية للقلق ولا يزيد القلق أو الخوف. الأعراض بتاع القلق اللي هي بيعالجها هي الرشفة والتوتر العضلي وزيادة ضربات القلب، وهذه هي استعمالات الدواء. من السلبيات التي ربما موجودة في أندرال أنه ربما يؤدي إلى نوع من الشعور بالتكاسل والخمول، كما أنه قد يسبب أحلام مزعجة في الليل خاصة إذا تناول الإنسان جرعة كبيرة منه، وفي بعض الحالات ربما يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم ولكن مع الجرعات العالية. وفي حالة الخوف يلا يحتاج الإنسان لأكثر من 10 إلى 80 ملغرام في اليوم، وهذه جرعة مناسبة. وهناك نوع من الأندرال يعرف باسم LAAT يعني 80، هذا هو الأفضل في حالة القلق والتوتر، ويستعمله الأطباء لعلاج حالة القلق والتوتر. ولو كملنا كلام عن أندرال فإن أندرال ينتمي لمجموعة الأدوية التي توصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، وهو من حصرات بيتا التي تمنع عمل الأدرينالين والنوأدرينالين، وبالتالي تعالج سرعة ضربات القلب وضغط الدم. والمادة الفعالة كما قلنا مرات كثيرة هي بروبر أنولول. وآلية عمل أندرال، كيف يعمل أندرال؟ هو من أنواع الأدوية التي تقيد مستقبلات بيتا في الجسم ومستقبلات بيتا 1 و 2 في القلب والقصبات الهوائية والأوعية الدموية وأجزاء الجسم الأخرى، وعند حجب تلك المستقبلات تمنع عمل مادة الأدرينالين والنو أدرينالين، مما يبطئ معدل ضربات القلب ويوسع الأوعية الدموية وبالتالي يخفض ضغط الدم ويزيد من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، ويساعد في علاج فرط ضغط الدم البابي في أوعية الكبد من خلال تضييق الأوعية الدموية الحشوية. يوصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج الذبحة الصدرية واضطرابات القلب والصداع النصفي واضطراب ضغط الدم البابي وعلاج ضيق الشريان الأورطي. بالنسبة للأطفال يمكن أن يوصف للأطفال من عمر عام حتى 17 عام لعلاج الحالات الآتية، وهي ارتفاع ضغط الدم الشديد وحدوث تسمم الدرقي واضطرابات في عدد دقات القلب. بالنسبة للأندرال، هل يؤخذ قبل الأكل أم بعد الأكل؟ طبعا ينصح بتناول الجرعة قبل تناول الطعام. الآثار الجانبية: برودة في الأطراف وانخفاض ضغط الدم واضطراب في النوم وعصبية وهيجان وشعور بالغثيان والقيء. ده قلنا موانع الاستعمال، طبعا الحساسية للدواء، أيضا لا يوصف لمن يعانون بالصدمة القلبية، وأيضا مرضى الربو، وأيضا في حالة حدوث انسداد رئوي شديد يجب تجنب تناول الدواء. أيضا يمنع استعماله في حالة انسداد الأذين البطيني من الدرجة الثانية أو الثالثة. أيضا لا يوصف للأطفال المبتسرين الأقل وزنهم أقل من 2 كيلو جرام. بالنسبة للحامل يمنع استعماله لفترة الحمل لأنه يحتوي على مواد ربما تتسبب في وفاة الجنين في الرحم قبل ميعاد الولادة، وقد يسبب تشوهات للجنين. بالنسبة للمرضع، أثبتت الدراسات وجود نسبة من المادة الفعالة في حليب الأم، لذلك يمنع استعماله. النقطة الأخيرة اللي هنتكلم عليها هي سعر دواء أندرال في مصر في 2021. سعر العبوة 10 ميلي جرام 13.5 جنيه مصري، العبوة بها 50 كورس. سعر العبوة 40 ميلي جرام هي 17.5 جنيه مصري، بها 50 كورس. حقن أندرال بتركيز 1 جرام، العبوة بها 10 أمبولات، سعرها 6 جنيه 75 كورس. في
في السعودية سعر الدواء حبوب تركيز 10 ميلي جرام 20 ريال سعودي، 40 ميلي جرام 40 ريال سعودي، 80 ميلي جرام 59.1 ريال سعودي، أمبوليات 1 جرام 15.8 ريال سعودي. وفي نهاية الكلام عن أندرال، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، والرجاء ضغط لايك إذا أعجبك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والرجاء تشير عمل شير للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.